على عرش الأرقام دائما يتربع نجم الأغنية المغربية سعد المجرد، أغنية المعلم في طريقها إلى مليار مشاهدة، وسعد نحو اللقب العربي بعد أيام على إطلاقه ديو مع مالكة الإحساس إليسا، متربعة على عرش الطنطنس العربي، أغنية من أول دقيقة فيها من المشاعر ما قال عنها الكثيرون. اشتقنا إلى هذا النوع من الأغاني. في رأيك هل يمكن أن يحصل سعد المجرد يوما على لقب أمير اليوتيوب؟